مشكلة الهارد اللي من النوع الجي بي تي او الام بي ار، وايه هو الفرق بينهم، وايه افضل نوع للعمل على جهاز الديسكتوب الخاص بيك علشان ما يحصلش اي مشاكل اثناء العمل. باختصار كده هنقارن بين النوعين من اهم 5 خصائص احنا بنحتاجهم دايما للتشغيل. ما تروحوش بعيد وانتظروا الشرح للنهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي في الله من كل مكان، يا رب نكون بخير. زي ما أنا قلت في المقدمة، زي أنا هوريكم إن شاء الله الفرق النهاردة بين الهارد من النوع الجي بي تي أو من النوع الام بي ار، وإيه أفضل نوع إن إحنا نبتدي نشتغل عليه، أو أنا هشرح لك هنا إيه وهنا إيه وإنت تبتدي تحدد بنفسك. موضوع التحويل مفهوش أي مشاكل خالص. نبتدي أول حاجة ونخش في المقارنة من حيث عدد البارتيشن اللي بيبقى موجود على كل جهاز، يعني من النوع الجي بي تي أو من النوع الام بي ار، كم بارتيشن بيبقى هنا وكم بارتيشن بيبقى هنا. من نوع الجي بي تي، الجي بي تي معاك بيقبل اي عدد للبارتيشن، 4 5 6، اي عدد بارتيشن بيبتدي الجي بي تي ان هو يقبل منك العدد الكبير. اما الام بي ار فهم بيقبلش منك غير عدد 4 بارتيشن بس، منهم السي، يبقى السي ومعاك 3 بارتيشن تاني، ده اخر الام بي ار بس. نيجي بعد كده بالنسبة للمساحة. المساحة لو الهارد من النوع الجي بي تي، انت ممكن تركب عندك هارد اعلى من 2 تيرا، يعني 3 تيرا او 4 تيرا، تقدر تركب المساحة اللي انت عايزها. اما لو ام بي ار فانت اعلى حاجة عندك هي 2 تيرا بس، ما تقدرش تزود بعد كده. بالنسبة للنسخ اللي بتنزل على الجهاز هنا او هنا، فويندوز في الجي بي تي هنا بيقبل معاك تثبيت اي نسخة ويندوز ابتداء من ويندوز 7، يبقى ويندوز 7، ويندوز 8، ويندوز 8.1، ويندوز 10، 11، كل ده بيقبله معاك، لكن لا يقبل نسخ الاكس بي وما قبل. اما من النوع الام بي ار اخرك بيبقى يكون ويندوز 7، اخرك ويندوز 7 في الام بي ار، ويقبل الاكس بي وجميع النسخ القديمه. لكن لو جيت تنزل عليه نوع مثلا ويندوز 8 او ويندوز 10، مش هيقبل منك، ودي مشكله بتواجه ناس كتير، بتيجي تسطب نسخه 8 او 10 وبيجيب له اورر اثناء التسطيب. لكن الموضوع كله ان الموضوع بيبقى في النوع الهارد بتاعك اللي انت عامله، تمام. بالنسبه لنظام اللينكس، فالنوع الجي بي تي بيتوافق معاه ويقبله ويقبل تثبيته وبيقبل العمل عليه وبيبقى شغال معاك زي الفل وما فيهوش اي حاجه. اما نوع الام بي ار فهو غير متوافق تماما، وممكن يحصل اي مشكله في نظام اللينكس لو هو من نوع الام بي ار، تؤدي الى فورمات الهارد والعياذ بالله. نيجي بعد كده بالنسبه لتسجيل البيانات والدقه نفسها، ففي نوع الجي بي تي بيتم عليه حفظ البيانات وتسجيلها بدون فقدان ليها من الهارد تماما، يعني بيسجلها كده على مراحل بحيث بتتجمع في الاخر بتبقى مرحله واحده محفوظه على الهارد بتاعك، تقدر تسترجعها بكل سهوله. اما النوع الام بي ار هنا ممكن سهل جدا ان انت تفقد البيانات بكل سهوله، مع معظم الايرور اللي بيتم او فصل التيار عن الجهاز بتاعك بسهوله جدا ان انت تفقد البيانات بتاعتك من على الهارد اللي هو من النوع الام بي ار. ده كده شباب فرق بين النوعين، الجي بي تي والام بي ار. لكن ازاي بقى نحول الهارد من جي بي تي الى ام بي ار والعكس؟ يلا بينا نبتدي الشرح بتاعه. اول حاجه كده، اذا ما انا قلت اهم حاجه نكون فهمنا مقدمه الفيديو كويس جدا علشان تحدد انت هتشتغل على ايه. فهو بصراحه كده عشان نبقى نكون صريحين مع بعض، ان هو في طريقتين بنشتغل بيهم. اول طريقه ان احنا بنحول السيستم تايب للهارد بتاعك او نوع الهارد بتاعك عن طريق الاحتفاظ بنفس البيانات اللي عليه، والطريقه الثانيه ان انا بعمل نوع الهارد من نوع لنوع، ولكن بعمل فورمات للهارد. يبقى انا كده هنشرح اول طريقه ونشوف الخطوات مع بعض ايه. يبقى انا قبل ما ابتدي في اي حاجه، انا طبعا لازم اعرف الاول الهارد بتاعي نوعه ايه، ودي هجيبها منين. في كذا طريقه معانا ان احنا نقدر نعرف منها نوع الهارد بتاعي. اول طريقه هي برضو عن طريق موجه الاوامر، ان انت لو جيت هنا كده في السيرش ودوست على كلمه السي ام دي كده، ودخلت على كوماند برومبت، ده موجه الاوامر، يطلع لك الكلمه اللي انت شايفها دي، وكتبت هنا في البحث ديسك بارت، ديسك بدون اي مسافات، ديسك بارت، وقلت له انتر. بعد كده بيطلع لك رساله بقول له يس. بعد ما بقول له يس ببتدي اكتب الامر اللي هو ليست مسافه ديسك. تمام يا شباب، زي ما انت شايف كده طلع لي ايه معايا،
طلع لي اهو ادي عرض الملفات او الاقراص الموجوده على الجهاز بتاعي. لو انا جيت هنا في اخر خانه خالص بيقول لك ايه جي بي تي، يعني انا نوع الهارد بتاعي من النوع الجي بي تي. تمام، طيب انا كده قدرت اعرف نوع الهارد بتاعي. ده كده اول حاجه ان انا عرفت ايه نوع الهارد بتاعي. طيب دي اول حاجه. ندخل بقى في معرفه طريقه التحويل. تمام، بس لو في اي داتا مهمه على الهارد بتاعك، سواء كنا بنحول بالطريقه الاساسيه او الطريقه التانيه بتاعت حفظ البيانات، لان انا ما ضمنهاش لغايه دلوقتي بصراحه. انا لما جيت انزل الطريقه بتاعت ان انا احول الهارد من جي بي تي لام بي ار، بصراحه الديسك جينيوس، هو برنامج اسمه ديسك جينيوس، ما املتوش، لان اللي هو نازل من موقع نازل تقريبا معاه فيروس، دي اول حاجة. وثانيا بيتقل الجهاز جدا، فانا بصراحة ما اقدرش اشرح لك حاجة انا مش واثق فيها علشان ما تقولش ان انت اذيتني. فالبرنامج بتاع التحويل بحفظ الملفات انا ما اضمنوش لغاية دلوقتي، لكن هعرف لك طريقة تانية ان شاء الله وهشرحها لك. يبقى احنا الطريقة اللي احنا هنبتدي نشتغل بيها عن طريق السي ام دي. تمام يا شباب، وانا زي ما قلت لك لو في اي داتا مهمة على الهارد بتاعك يا ريت تحفظها على فلاشة بس، علشان لو حصل اي ايرور اثناء التحويل او مثلا الكهرباء فصلت عن الجهاز ده بيلغي اي داتا في الهارد بتاعك ويبتدي ان هو يعمل له فورمات. فنركز كويس، ولو في اي داتا ننقلها على اي فلاشة. تمام يا شباب، دي الطريقة اللي انا هعمل بيها فورمات للهارد. بعد ما بتعرف على نوع الهارد بتاعي بيبتدي اكتب هنا في موجه الاوامر سيلكت، طبعا هو هنا الهارد بتاعي ديسك زيرو، فهبتدي اكتب كلمة سيلكت مسافة ديسك مسافة وكلمة زيرو واقول له انتر. هو كده بيقول ان انت اخترت ديسك زيرو اللي هو الهارد بتاعي. طيب انا بعد كده ببتدي اكتب كلمة كلين. تمام، لو انا دوست انتر دلوقتي، لو انا دوست انتر هيعمل ايه؟ هيعمل مسح لجميع البيانات الموجودة على الهارد، هيعمل مسح لجميع البيانات الموجودة على الهارد. وبعد ما بتعمل الخطوة دي، الخطوة دي ممكن تنفع مع الناس اللي هي فرمتت الهارد بتاعها وعايزة تحول لنوع تاني بحيث ان هي تشتغل على النوع اللي يريح دماغها. انا قلت المقدمة وقلت الفرق الاول بين الهاردين او بين النوعين ايه. انت عملت فورمات الهارد بتاعك وعايز تبتدي ان انت تحوله عن طريق الطريقة دي، يبقى انا لو دوست انتر على كلمة كلين ده هيبتدي يعمل لي محو لجميع البيانات من على الهارد. بعد ما ببتدي، طبعا انا مش هدوس كلين، بعد ما بتبتدي تعمل الخطوة دي وتدوس كلين بتيجي بعد كده تكتب الامر convert اللي هو تحويل convert، واقول له مسافة مثلا انا هنا لو جي بي تي بكتب له كلمة ام بي ار. يبقى انا كده لو دوست انتر بيبتدي ان هو يحول لي الهارد بتاعي من الجي بي تي الى الام بي ار. تمام، بيبتدي عملية التحويل من الجي بي تي الى الام بي ار او العكس على حسب طبعا نوع الهارد بتاعك زي ما عرفنا، ولكن زي ما انا قلت الطريقة دي بتفقد كل البيانات دي بالنسبة للناس اللي هي عايزة تفرمت الهارد وتغير النوع. اما الطريقة التانية زي ما انا قلت اللي هي عن طريق برنامج الديسك جينيوس اللي هو انت شايفه قدامك ده، انا ما ضمنتوش بصراحة لانه انا مأمن نفسي بس الموقع البرنامج نزل بطريقة عشوائية كده وبيتقل الجهاز جدا ومش مضمون زي الاول. الاول كان شغال جميل، دلوقتي لا. فانا هشوف لك ان شاء الله طريقة لحفظ البيانات وهشرحها لك تاني على طول. تمام يا شباب، يبقى هي دي الطريقة اللي انا شرحتها لك اللي هي عن طريق موجه الاوامر. الطريقة دي شغالة ومضمونة، وانت عرفت الفرق دلوقتي ايه هو الجي بي تي والام بي ار. اتمنى ان يكون الفيديو عجبك، ولو عجبك ما تنساش وتنزل تعمل لي لايك على الفيديو وتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم.